يعني انت سايب الماتش ومصر والدنيا كلها ونازل تقفش خلاص يعني حبكت؟ وانت يا استاهل اعملي حساب للحجاب اللي انت لابساه. حضرتك احنا ما عملناش حاجه، الامين ده هو اللي بيتبلى علينا. انا بتبلى عليك يا ابن الكلب. ولا اركن انت هو هناك. يلا صالح هناك. يلا خلاص انكم. لسه عماد متعب، لسه فيها خطوره. عماد متعب وسمر الشباب والشيخوخه في انطلاقه ثانيه. مش انت المذيع اللي خبطت الواد اللي جوه؟ ايوه ايوه اديني بتاعتك بسرعه. تعالى ورايا. بتجري بسرعه بالعربيه ليه؟ الو النجده؟ من فضلك عاوز ابلغ عن حادثه. حادثة عربية. اسم الجاني شريف ناجي عزيز أندر إيه؟ أندراوس. معلش يا نيفين مش هقدر أقعد معاك، أصل مصطفى والولاد مستنيين. هكلمك بعد الماتش. ماشي يا حبيبتي. ميرسي يا مولي، تعبتك معايا. خلي بالك من نفسك. حادثة عربية والمصاب واللي صدمه في المستشفى. اطلع المستشفى اعمل محضر وهات لي اللي صدمه. يلا حاضر. يلا انت هتقفل. يلا ولكن سونج الأملاقي طلع سونج الأملاقي طلع رجل فيا. يلا يا مصر يلا بولادك، يلا يا مصر يلا بأجيالك، يلا يا مصر يلا بحسن شحاتة. ممكن يلا يا مصر مر يعني بزكية أو بالله عم عمل ما زلت عندي الأمل، ما زال الأمل يروج في أفريقيا. عاوزين فرحة عاوزين ضحكة عاوزين كلمة من نقطة الجزيرة. صدمة في الاكسدام الامامي دي برضه بتعمل حس. يا بيه انا ماليش في الكلام ده، انا ليه في اللي شايفه قدامي. الكلام ده تقوله للباشا الضابط في القسم. اتفضل بقى معايا على القسم. وعلى فكره انا كان المفروض اخدك على القسم ماشي ونسيب العربيه مكان الحادث عشان معاينه النيابه. ليه بقى ان شاء الله؟ انا قلت بقى ما دام العربيه كده ولا كده ماشي في مكان الحادث يبقى اوفر عليك المشوار. كتر خيرك يا بيه. انا شايف ان احسن حاجه انك تراضي اهل الواد عشان يتنازلوا ويا دار ما دخلت شر. ازاي يا بيه؟ الواد بان عليه غلبان واهله هيرضوا بالقليل، بس اهم حاجه انك تراضيهم قبل ما النيابه تدخل في الموضوع عشان البهدله. وفي ما يرضوش. ما يردوش. ما يردوش ازاي يا بيه؟ دي الفلوس تلين الحجر. بس اهم حاجه يا بيه انك تراضيهم قبل الواد ما يموت. وطبعا ما تنسانيش بقى في الحلاوه. طبعا ما تولع علينا يا بيه الراديو، يمكن يكون ربنا رزقنا بجون. الاستاذ اللي خبط الواد اللي في المستشفى. والنبي حاسم دوم التلفزيون معلش. مش انت شريف ناجي؟ ماشي. والواد عايش ولا ودى؟ عايش يا باشا بس مسوره. اما اللي عرفته ليه امره ازاي؟ اصحابه قالوا للاستاذ لحظه وقوع الحادث. حصل؟ لا حصل. طيب روح هات رجل. مفيش في الاسم ده غيري. بتبرطم بتقول يا زفت. بدع للمنتخب يا باشا. طب يلا يلا من هنا. وانت حضرتك ممكن تتفضل شويه هناك. ايه يا كمين احنا النهارده مش ممكن كمين ده؟ كمين عامل 54 دقيقة عالمية كمين النهارده. شوف الكورة كانت رايحة في الثمانية. مهم جدا تسدد بالتسديدة من حسني عبد الرب. على ايدي ومش قايمة. طيب قول. مش قايمة ومش مروحة بيتك. مش همشي من هنا غير لما يكون عندي شقة. وطي صوتك يا عادي وقول. وطي صوتك. قومي يا معلم قومي. ايه ده؟ البيت نادية.
شفت يا عم حقك جالك لغايه عندك اهو. تعالى هنا انت رايح في ايه؟ يا ابني انت مالك ما تسيبها بقى عشان تتربى. قومي بقولك قومي عنده كرامة. أنا أسف. وإيه عدد ده؟ مكواجي؟ لا كوافير. كوافير؟ مش معقول يا نادية. مش معقول اللي بتعمل إيه ده؟ سليم أنت اللي بتعملني وحش أوي. ما بتفهميش. ما بتتعلميش. أنت عمرك ما كنت حنين معايا. قلتلك تعملي إيه وإحنا داخلين؟ ما بتسمعيش الكلام! ما بتسمعيش الكلام يا نادية! باردون. باردون جاكي. جو ميكسكيوز. سليم لو سمحت ما تكلمنيش كده قدام الناس، بتكلم كل البنات كويس الا سوري يا نادية، سوري. خلاص، انت يا عم حبيبي لازم اعرف انه بره. خلاص، تعال تعال، انتوا ما تفطروش في حته ابدا؟